الحكوميه فكي دابا عندنا عارف كنلفو على اساس ان يكون واحد تدخل من طرف المكتب والاخوه باش يعدلوا هاد الورقه. فالمشروع ديال غابة ليبيكا فهو متلفت واحد المجموعه ديال الساكنه مرتاحه، مجموعه ديال الزوار كيزوروه هما الاولاد ديالو وكيستافدوا منه. ولكن بالنسبه لصاحب المشروع فهو مشروع فاشل، حقا مشروع فاشل. واللي فكر على انه يدير ذاك المشروع اسمح لي فهو لا علاقه له بمثل هذه المشاريع، لانه متضرر في الشتاء ومتضرر في الصيف. ونقول لك علاش متضرر في الشتاء او في البرد، لان هذه المنطقه جد بارده. متضرر في الصيف لانها منطقه ديال الغابه اللي كتجد فيها مجموعه ديال الحشرات من ضمنها الناموس اللي كيخلي على ان الزوار يهجروا في ذاك المنطقه. هذا جانب. الجانب الثاني اللي كتاكد عليه الدكتور ميم الاخوان هو الجانب القانوني، لانه ما كاينش مقرر ديال الجهه المالكه للارض اللي هي المياه والغابات تكون في محلها، خاصه صاحب المشروع.